اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامج كيبورد، وكالعاده نبدا الحلقه بابرز العناوين. هاشتاج اوقفوا التعذيب في اليمن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. تزين مواقع التواصل الاجتماعي بصور من الزمن الجميل. وبطريقتها الخاصة نسمة الكوميم تنشر الهوية والتراث اليمني. في رمضان فاطر ابدأ الحلقة. وفي فقرة الاستضافة والأسئلة السريعة السنابرز نزار عليا. أهلا بكم من جديد. يشكل التعذيب في القانون الإنساني الدولي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يعاقب من يمارسه، حيث هناك أكثر من 4000 حالة تعذيب في سجون ميليشيا الحوثي وصالح، منها 57 حالة وفاة وثقتها تقارير حقوقية. وضمن ذلك تبنى ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاج أوقفوا التعذيب في اليمن. ومثل ما أنتم شايفين هذه المنشورات التي امتزجت بالصور وصور المساجين. كثيرة هي المنشورات لهذا الهاشتاج، اخترنا لكم بعضها ونبدأها بمنشور لموقع تعز نيوز على الفيسبوك بتقول: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت هاشتاج أوقفوا التعذيب في اليمن. منشور آخر حول هذه القضية أيضا لحميد الناشري بيقول فيها: التعذيب مستمر في عملية ممنهجة تاريخيا نهجا ورثه الأبناء عن الآباء في حركة الحوثية المجرمة. منشور آخر لعبد الجبار الكابودي بيقول: كل الذين تعرضوا للتعذيب لا يستطيعون حتى الآن الإبلاغ عن ما تعرضوا له بسبب الخوف من بطش الميليشيا وسيطرتها على القضاء. منشور آخر للحملة الوطنية لمناهضة التعذيب بتقول: من وسائل التعذيب النفسي التي تستخدمها ميليشيا الحوثي ضد المختطفين التهديد بنقلهم إلى مخازن الأسلحة والأماكن المستهدفة للطيران، ونقلهم إلى صعدة، أو التهديد بإلحاق الأذى بأهاليهم وأولادهم. ومن هاشتاج أوقفوا التعذيب في اليمن إلى صور من الزمن الجميل في اليمن انتشرت في صفحات الفيسبوك، نبدأها بصورة لسينما بلقيس من صفحة شعيب القديمي. صورة أخرى من صفحة عادل العقيبي بيقول فيها وحط فيها صورة للشهيد علي عبد المغني قائد ثورة 26 سبتمبر 1962، الشاب العشريني الذي أجل موعد عرسه ليقود ثورة الشعب ضد الطغيان وقبروت 1000 عام من حكم الأسرة. الرحمة والخلود للقائد الشهيد ورفاقه العظام صانعي فقرنا اليمني المجيد. وصورة جميلة من صفحة أكرم صالح مرفقة بمنشور إفطار قائد ثورة 26 سبتمبر الرئيس السلال: واحد من نحنا نحن الشعب. الله الله، ما أجمل هذه الصور اللي تخلينا نفخر ونعتز بيمننا. ومن الصور واستمرار لاحتفالات شعبنا بثورة 26 سبتمبر لهذا الشهر، ومن حساب فصلة تحديدا بالسناب شات تغطية خاصة بالاحتفالات بهذه المناسبة، خلونا نشوفها مع بعض. شمالا وجنوبا
الثورة 26 من سبتمبر. I think your message to the people women. Happy National Day, women. Thank you. Okay, girls, what is your message to Yemen? Thank you. بمناسبة 16 سبتمبر نهنئ الشعب اليمني وعسى الله يرجع الأمن والأمان لبلدنا الحبيب ويجمع كلمة اليمنيين إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. كل عام والوطن والشعب اليمني في كافة أنحاء العالم بألف خير والله يعودها علينا بحال أفضل. أنا يمني أنا يمني واسأل التاريخ عني أنا يمني أنا يمني أنا الشعب اليمني بعيد قد شعلت 26 سبتمبر إن شاء الله العيد الثاني 55 يكون باليمن بإذن الله. أرضنا الغالية ميراثنا الأكبر من سبامين معين من جدنا حمير جماهير ستنبر وانتو يا حماتا ديار كريفين. سير مسج تو يمني بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. Happy National Day to Yemen people. Thank you so much. Okay, our brother Ahmed, what do you like to say to your brother and sister in Yemen and the National Day? كل عام وانتم بخير. شكرا لك. سبتمبر التحرير يا فجر النضال انت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال أنا يا مني ترن أنا يا مني ترن بسال التاريخ هني يا أنا يا مني Happy Revolution Day for all Yemeni people. وإلى مجموعة في الفيسبوك أنصح الجميع بالانضمام إليها وهي مجموعة فرى الشبابية وهي تابعة لشبكة فرى الشبابية وتعتبر حلقة وصل بين الشباب العربي والأوروبي لتبادل الفرص الشبابية من مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية وورش عمل ومنتديات ووظائف ومنح دراسية محلية أو دولية كانت أو إقليمية وهي بوابة لمساعدة الشباب للذهاب من خلالها إلى عالم جديد من التجارب وتبادل المعارف والمهارات وتنمية القدرات. وإلى نسمة الكوميم وهي فتاة يمنية دائما تتحفنا بتجسيد الواقع عبر صور تكون هي الموديل ونشوف آخر إبداعاتها اللي أرفقتها بمنشور. بتقول نسمة إن الصورة لها أكثر من سنتين في راسي لكن حصلت ظروف كثيرة خلت الصورة تتأجل وأول وأهم ظرف منعني هو خوفي الشديد من أن أقرب للسلاح لأنه يتخيل إنه عيقرح من هون رصاصة بالغلط وأموت. بعدين فهموني إنه السلاح ضروري يتعشق علشان ينطلق منه رصاص وما دام السلاح مؤمن فما بوش خوف. ومع ذلك جلست مفتقعة بعد ما اتصلوا بي أعز الناس وقالوا لي جهزنا لك استوديو على ما في راسك جي في ساعة. طبعا الصورة زي ما قلت لكم انتشرت انتشار واسع وكل كتب على ما فهم. اخترنا لكم بعض هذه المنشورات ونبدأها بمنشور للناشطة ماجدة الحداد. ماجدة الحداد بتقول
في كل صورة قصة لمعاناة مجتمع، وخلف كل صورة رسالة سامية. نذهب لمنشور آخر حول هذه الصورة أيضا، وتعليق سليم السادني يقول فيه: ظل العلم هو الوسيلة الأهم لتعمير الأرض وتحقيق السلام، بينما يبقى السلاح وسيلة للموت والدمار والخراب. الصورة للرائعة نسمة الكوميم، والتي تسعى بين فترة وأخرى لنشر قيم السلام والتعريف بالهوية والتراث اليمني بطريقتها الخاصة من خلال تقمص الشخصية وتمثيلها. وخير جليس في الزمان كتاب. وإلى منشور آخر، الشاعر عامر السعيدي كانت له فلسفة خاصة لفهمه للصورة، وكتب وقال: كل واحد يقرأ الصورة قراءة وطنية. أنا أشوف أنها ثورة 26 سبتمبر ترتدي الزي والعز اليمني، وبكل اقتداء تلقي بالإمام الصغير والأخير حيث أسلافه، وتسير بكبرياء الضوء دون أن تلقي نظرة على الماضي الذي أدارت له ظهرها لتمضي إلى المستقبل. تحت أقدامها سواد الليل، وخلفها التخلف والعنف، وأمامها الأحلام والأغاني، وفي يدها كتاب ونور، وبقلبها اليمن والحب والسلام. فلسفة جميلة يا شاعرنا. ومن صورة نسمة إلى الفيديوهات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأها بفيديو للرائعان دوما زكريا الربع وعلي السعدني بعنوان الميليشيا دمار الأجيال. شوفوا مع بعض. امتياز ما شاء الله. الله يبارك لك والله سهل. الحمد لله شكرا. اللهم لك الحمد. يبارك سهل الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل عندنا. الله يكرمك. الله يبارك فيك. خلي يوم الاهل يفرحوا بك. احنا عندنا العشي ان شاء الله. اهلا وسهلا. مبروك. حياك الله. اليوم هذا عندنا عيد ضروري تشرفنا. الله يستر عليك. الله يسعدنا. يا مال الله. فيديو آخر للمبدعة زميلتنا الفنانة سهى المصري في أغنية من كلمات للشاعر الجميل عامر السعيدي بعنوانها لا تبتعد. نسمع مع بعض. إنا نحاول أن نمر إلى السلامة من خلالك من خلالك من خلالك من خلالك
لتكون رمانا وألحانا وبنا في خيالك، لتكون رمانا وألحانا وبنا في خيالك. دانا لتكون رمانا والحانا وبنا في خيالك. دانا على الدانا لتكون رمانا، دانا على الدانا لتكون رمانا والحانا وبنا في خيالك. لا تبتعد لا تبتعد، فانا كمثلك لن اجد. لا تبتعد لا تبتعد لا تبتعد ألا تبتعد، فأنا كمثلك لن أجد. لا تبتعد لا تبتعد لا تبتعد لا تبتعد لا تبتعد. أنا مستعد أنا مستعد، لا تبتعد أنا مستعد أنا مستعد. لا تبتعد لا تبتعد. دانا علم دانا حتى تكوني رمانة. ووصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم السنابرز الإعلامي الشاب نزار عليان، عمره 25 سنة، بكالوريوس في إدارة نظام معلومات تطوير معلومات دولية وماجستير في إدارة المشاريع. حصل على الكثير من الشهائد والجوائز، أهمها شهادة من مهاتير محمد كسفير اليمن لاتحاد السلام. يا شيخ يا شيخ وشو؟ بغيت فتوى ذبحته في رمضان فاطر. ابدأ الحلقة. اوه ايش هذا اللامس قباص ايش دي من حلقة عن الزراعة تتصور جالس؟ ايوه. ثم سام في موسم جديد من نزلة اخبارية وديكور جديد وكرسي جديد، وعلى قولة محمد رمضان الثقة بالله. هذا بسبب ان العبادة اصبحت للارباب مش لله، كل واحد معه رب يوصله لله، فنسينا الله. فهمتم؟ مسلم مسيحي يهودي بوذي هندوسي قمري شرقي وسطي، اعبد الله ولكن بطريقة. ولا تستخدم الدين من أجل تحقيق مبتغيات شخصية وتسخره وتصرف فتاوى وآيات وأحاديث وغير ذلك. وفي الأخير لا تنسوشنا المعلم وحسابي رقم واحد، ما توصلوني ملين ولا جذبحكم بالحين. تعيش كصدك ما ترش. أهلا بك يا نزار. حياك الله يا كرم، نورتنا وشرفتنا في الحلقة الرابعة من برنامج كيبورد. بنورك حبيبي. جاهز للأسئلة السريعة؟ بسم الله، بس حبة حبة علينا وبدون تفكير. بسم الله توكل على الله. بسم الله. يوتيوب فيسبوك سناب شات؟ سناب شات. شخصية تأثرت بها؟ عبد الرحمن الجميلي. أكثر سؤال يزعجك في مواقع التواصل الاجتماعي؟ كم عدد متابعينك في السناب شات؟ شيء تحلم فيه ولم تستطيع تحقيقه؟ ولا شيء للآن الحمد لله. إذا عرض عليك منصب سياسي ماذا ستختار؟ رئيس جامعة الدول العربية. لحظة سعادة بحضوري معك في الحلقة. الله الله شرفنا. صفاتك رها بنفسك؟ ما بقولش الطيبة، بس بقول يمكن حب النفس. لحظة حزن؟ لحظة فقدان والدي والدتي رحمها الله. موقف محرج؟ دخلت حمام نساء بالغلط في مول. موقف مؤثر؟ اليمن كلها مواقف مؤثرة، اللي يحصل في اليمن كل شيء مؤثر. قرار ندمت عليه؟ قرار ندمت عليه اني ما درست عربي كويس، ما كنت اهتم في العربي كويس. اكثر انتقاد سمعته؟ أكثر انتقاد سمعته حق بنات.
لو هذا اليوم آخر يوم في حياتك كيف تقضيه؟ آخر يوم في حياتي كيف أقضيه؟ والله بستمتع بقدر ما ممكن، ما أقدر يعني بشكل مش طبيعي. شهادة أو جائزة تعتز فيها؟ شهادة سفير اتحاد السلام من مهاتير محمد. عمل تفخر فيه؟ جميع أعمالي مع روابط الإعلام. هدفك في الحياة؟ أكون من أفضل مذيعين العالم العربي إن شاء الله. كم تعطي لنفسك 1 من 10 من الوسامة؟ لا يعني هذه هذا سؤال محرج يعني. أعطي نفسي 7. تعيش قصة حب؟ لا لا للأسف لا. مع الزواج عن حب أو بالطريقة التقليدية؟ مع الزواج عن حب وبأقوى قوة. مثلك الأعلى؟ أبي. صفة تحبها بالشاب اليمني وصفة تحب تتغير أيضا بالشاب اليمني؟ يبطلوا الحشوش ويستمروا في الطموحات والأحلام وكل حاجة بتدفعهم لتحقيق مستقبل جميل. شكرا لك يا نزار عليان، استمتعنا معك وإن شاء الله نشوفك في مواسم أخرى مزيدا من النجاح والجوائز المتعددة. وأنا كنت أسعد بحضوري معك والجميع طاقم العمل، وشكرا لكم وأحيي قناة بلقيس وأحييك أنت وبرنامجك الجميل. شكرا لك. وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج كيبورد، نتمنى أن الحلقة نالت إعجابكم وننتظر تفاعلكم معنا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. وبالأخير هذه تحياتي أنا كرم بحشوان، وهي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. نلقاكم على خير الأسبوع القادم، إلى ذاك الحين كونوا بأمان وسلام، إلى اللقاء.